أرضي قيمة بدنو أرضي قيمة بدنو قايا إيا أسلوب لا قايا إيا أسلوب لا قراءات كي كابو قراءات كي كابو قال إن جاب المانت قال إن جاب المانت قرب يساعدتما قرب يساعدتما قدر كينا أمي قدر كينا أمي قرشان الصعنية قرشان الصعنية قرآن كاغا نسال قرآن كاغا نسال آمين الله يو آمين الله يو كخشوعني أذيك كخشوعني أذيك قرآن كاما برنا أيها عرب كاما السحنا أيها أهل ما هنا قنا أيها هيها أيها بلو بلو تاغا غاندو بلو تاغا غاندو سيدا سي مدبا هيها 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 قادر كينا اومي قادر كينا اومي قابي يدوني دو قابي يدوني دو قرشان مصعنيه قرشان مصعنيه قران كاغا نسال قران كاغا نسال كخشوعني اديغا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم أنت كتب وحان سلام يا ومدن الإسلام كا تا مالتي كالاله درجوين كالدول إيو مالتي وفود أنواع بضنة أو ده السقوط من يجوا أطراف تا ذلك كاتمين إن القرآن كان وينيان
كلك دريال كقرآن كهدي عن إير كل حلو أنو وحان كير لحمهم دريال كأو دريالي شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين أشي عبد القادر أن هذا الرسول كقول أمانه بسوري وحواها وإذا سخر الإله وناصان سعيدين فإنهم سعداء أن الحمد لله رب العالمين إلهي بارغم هذين إنا نرى أبوري أو هدنا نلاح لليي أو حد وافر النقاس يبان الحمد لله رب العالمين لا نهي أن أنقو حلقي عن شيخ لحن إليه الداء أنا أريد أن يسوي لحن الصلاة وإن فربضانه إنت أصعو الصلاة وأن إن أنا لحن الصلاة هي أن يسوي يسوي لحن الصلاة رسول مشيغي وهو محايا دريال كان قرآن كإيه إلهي هو أبوري دريال كان قرآن كإيه إلهي هو أبوري أيو شيخي سي شيخيها وحاو خلق صوصار عورت كيها يا شيخ عبد الرحمن أنه دي عياله أيو انتو صادي ربو لكعو خيريه أرضاو قبص سيدان أمبو حلقان يصارا خيريه انتو كالكاي ساقي وسلاحا هذا الكاقي دقي سريان يولي لكعو خيريه أرضاو قبص أنه أنا لا شوقنا يوش عبد الرحمن أردي نوي من أنا ما قارن مركاوش عبد الرحمن أنا أبي سكون دوان لكن ما قارن ما أنا كسر كل غير كده حديثة مركا الله واش عبد الرحمن يا رواش عبد الرحمن يا رواك هون جروا عرضوا كل يعذو وحي كل الأهلين هذي وحوك نقول إذا هدان أرض إذين قبته هذا الله إذن قبط القرآن كما نقرأ إسان بالله منك قاضي بالله تقول منك قاضي فيد كي قاله هذا ما نوني من إساق النوب بالله إساق عشي خكس عضا قلكو حقا نوني كي دالي من علم بوها يوحو يلي إنتو نقوي ريشي ولالكي وكو ينبو القرآن كالنك إساق عرهير بساق آدو أذنها القرآن كالنك ما ركت عرونا سوحبا سوكر لنا إياه وعنقنا وحبنا القرآن كهذا هرونا ما إساق كنتم طالدين بالله قرآن كي قرآن شي عبد القادر وتوها إيه وإلهي قرآنك ربها إيه قرآن كدت ثمانية سنة هذا وكل دي طلبة سنة وكل ما إنا أنا والله ما كل ما إنا نختي في سنة دي سدحت كل ده جربة ونك حي حلقة ده وتاريخ اللي مش يجي ترينا لكن وحان قرآن يا كل كان حريي كلاري أو كوي تضلاتك بور أمي يقول قرآن وهل كسب بور وحلق طلع لي بور أمي أنا قاعد قرآن كي صرنا مية ونختي بكل كا سيدان يلحق كي يبلها هنا هاي هي قياس تكريسة مركا قرآن كي منون يجون حفظ سياي تعيشها خص كطالب وهاي كله منون يمجر كله كده نو آخر يشري إن إلهي وحوق قدر وح نو آخر يكل كده نو آخر يي إن أنقول نبيلي إني ما عنه أو سق سقي أنا قاعد سلا صعنه قل نبيلي شيخ ده همتي ومركا وتي أم سيدي وصي ولا قبلنا إلهي بس ياه ده حديث كأربعين كوالله قرنا إنسانه هاي وما يتقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضه هذا ولا يزال عبدي هاي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ما حقا ذنبي دوار قرنا إنسان كنت سمعه الذي يسمعه هذا مخلوق إلى هاي سمعي سي يا بسر كيسي يا مرض الله يدي سي يا رجل كيسي وياي أو لإنس ولإنس قار بكوكلا ولإنس لني لو عدناه ولإنس عدنا لو عدناه أو هدناه مع عاريا وسيجي أو هم عاريا وسيجي وح الله وح ضارنا واقبول وح وح قنعنا يا مجرى ما ركت يوم مخلوق تذكر نجنا ذكر حريم ويا وح قل قنعنا يا مجرى قل لي بلاي بعد نمت تفسير كان الله هلك على صوكل ما يبي الله وقيسه شيخ التفسير كا وتفسير أبا شير سلطان دماري الله بس صارون الله بس شير كون دماري مر ما تنيا الله غرنا يا الله في القرآن كا مرنا شرح يا حاشية وحباه هلا لقيت جمايو قال بره عنا يو الله قوم على المستوى كل كاسات ده وحب ده إنه كعاف كعجنا كل كون دماري شيخ ورد ده إسق وضد كوتير سنة إنت هنوم بانو يركي يري ما نملاي كل أيوة نخيل إنه جيت كأنه كفن إنه أنت وخيل لكن عيني ما لأنه كان فارسنا والله إنه فرح. ده كأنت عارف أنت القرآن كا لما يسي
القرآن تقانا وحاس الله تعالى الله تعالى ما يدرن هذا إن معلم يري وين وهر اللي مدرن موي ده ككتاب كآخر سنة يي وين وح القرآن كصار لكتابة وكل يري هاي كل كهدي ترى حاجة هدي له وذا القرآن كي إن عديت على آخر جاء الله آخره أو القرآن كمل سوى قارئ يي نقطة القرآن كله آخره يو هوله ده شيخه isagoo himma caari ah wata yaa dee hawlo badan ma iska horimaa iyo halkaasa inuu sidii la doonayay aanu akhri weyno qoraa barkoodi ka afsan oo kalaas wuxuu lan jiray war waqtigiina oo dhan hadii aad khayr ku dhameeyseen 15 ka daqiiqo ana idin balan qaadaya waa 15 qoraa daqiiqo juz qoraa lagu dhameeyaa inayna sharahayne intii kala dhan hadii aad khayr ku bixiseen intaana iskaga daro 15 ka daqiiqo quraanka la akhriyo quraankii إن مر لنا ما يواجع عزة الوجود كها عزة الوجود كأي لو نرجع فجرا وصل الله آخرنا يو أنت نستوي وانجلينا ط القرآن كقول لما يسترين هي قوان لما يسترين يا قوة القرآن كقول لما يسترين حاجة كركس آخر يقول كان حاجة خاصة رفاد إلى هاي وحو وجارسيا سدو وذي أوس وذي إن مخلوق وح الله وحي سجى أمر كيسة قاتئن وما أنت حافظ يعني حافل لقب الدينين وكان مانت مغليسان عشرة دي أو مارك تي دهير كله جرسيه كل بدرج كي مانت لو بهي هاي وعير يكبو حنيا إلها مارك تي إنه أبو ري مارك تي إن مكانيه همدا إنه جريه إن الله جرنا النسيه إلها سال حمد يا حمد مطيع الحمد لله رب العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا
وجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون هو أعلم بكم إذ
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. للإمام القاسم بن فره بن خلف بن أحمد الشاطبي الروعيني الأندلسي. وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الدلاء وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مائة سبعين زورا وكملا وقد وصيت منها المعاني عناية كما عليت عنه لعوام الصلاة والحمد لله في الخلق سالتان منزهة عن منطق المجرم مقولا ولكنها تغضي من الناس كفها أخافقة يعفو ويطي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معطلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أطل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا متن الدورة المضية في
في القراءات الثلاث المضية للإمام العفار وشيخ القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجسد. وتم النظام وطس بعدها وأما أعضاها غريبة أوطاني بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا صدت عن البيت الحرام وزويا المقام الشريف المصطفى أشرف الملأ وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدتوا لمقتلى فأدركني اللطف الخفي وردني حنيزة حتى جاءني من تكفلا بعملي وإيصالي لطيبة آمنا فيا ربي بلغني مرادي وسهلا ومنا بجنب الشام واغفر ذنوبنا وصل على خير الأنام ومن تلا. أولا أقول لهذا الحفل العظيم المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ضمان وحان مهدعين بعد الله سبحانه وتعالى مسلمين تا وناكسن إيو حفل كريم كأي باشا فرليا مستويات كيسا وردم أنا أتحقلين أي وحان الله جزاكم الله عنا خير الجزاء ما دام أنا من سنة هي إنا هلك نسقون نمد إنا عن إلهي ترتي سجع الله هي خاصة وحان نكمل هذا لنا يا ما دام أنا كما عدل الجزريان معموس خيالي يو أنا أرد هذا لرجلين هذا ضد كم مسلمين تشرفت بدنا ماشي سوي ما دين وحان الله أن هي جزاكم الله عنا خير الجزاء سلام تعالى مع علين تاس هذا صار لفاء وحان رباعين تام هذا الكبير ويسا كوجرو إن عن أبركيو أو نبه العليو أردنا متخرجين تاعي هالك عفلي ذا أن أبن هالين يصاب حيان جهود أما الدلال غير يصاب حيان أو وقت غير صاب عطي هي معلمين تيجونا ليلة ونهار نحسو دلالي وحاليا أنا سجارة لنا هاي فجزاكم الله عنا خير الجزاء أنت أحدان صاب عفو وحان ربعنا كور بحيو مع هدم الجزري هي أهداف تيسا هي وحيابها وديارنا يو هي باهدة كامتي معهد كان أساس كيسا يوحب كسير وتغين يهي معهد وحال أساسي سير رسمي كون أفر بقول أفر تري الله هجرية سنة كابيلة وقيسي أيو يعلى أساسي أو كون بيغن الله كون يكوي الله باعتنك أو إشيسي مركي هو معهد كوكو أساس من النوع الدورة وحانك أهد باهدة كامتي ما دام أوضتكم ضم المسلمين وأهل القرآن يهين أوضمان تذكر أمرك أخرى سائل مو صار قراءة وفهم وقياسه القرآن كمدارس تلقين أيه وحاجر تي أما دقم الله تعالى ضمان قبل كان أنا هديكان كان نقول ديرن بها هذا باهي حاجة قرآن كأولي بخاصة حاجة تصحيحة هي قرآن كعرب كيس إلا صحة يعني أنا نطق كيس إلا صحة لو حاجر تي قف كستا قرآن كأخرى يا وحالي نين قارئ هو قرآن كيس صحة وأخرى ما قف كاستا مقرئ هو أخرسين أيانا يدنا كيو أخرسين أيه سيدا صح لا هو أخرسين أيه ما حنا مركا بعد ما ودك قرآن كجعليين أنا ود دالان هذا أنا وحاجر باهي حق النطق هي إجازة هي تصحيح حسنة كمتصل كائن لهرا باهي لا سؤال بلانيت بديا كجرتي تاسو إله سبحانه وتعالى وإنما كبير إن لهرا معلمين يعني إجازة استوى مصححينا وسنة متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيثته مركو إلهي تعالى إنه مكبير نوع قلالي أي إلهي في سورة قليل وقت قاعد ننشاغي إن لا أساس رسمي مع هدون الجزري وأهداف تيس رسمي أي تهي
إنه صار صاروا حفاظ متقنين يعني هذا القرآن كحفظيسان سيتقان أنا كل حفظيسان حفظي قصو حق التطبيق هان يعني إتقان كاس حق إنه القرآن كأخريان تجويد كأخريان تجويد كاسو حق التطبيق عرف إني سسح الله وهالله هي أحكام تندري هي يعني تجويدية هي يفضل بقان لا بد الجهود كسرية القرآن كإني تجويد له أخريه وإني روح أحكام تندري جه إن جرنا يو سيد سحلاه إنه وهالله يو لا بد علينا بس كسران تاعه مرك هذا في كرسمه وتسوية وحكى لإنه صار صاره يعني يقرأ القراءة وأخرين يا القراءة العشر المتواترة القرآن حافظين وأخرين يدنا إلا صار صاره يا معلمين كفؤوا إلى القرآن كرديان وإهلوا أشقاء يا قوانا يا معلم القرآن كرديتان جزء رك كفؤوا أهداف أساسية بعد كنوع أساسية تسوية وحكى الأهداف ربنا فرعية توبرك معلمين تي ديارتان كولا iy xaga maratay wax dhigida iyo tarbiyada ardada macallimiinta iyada lafteeda laga dhiso ahdaafta macadku u yaalo weeye loo asaasay oo ka shaqeeyo si guud marka macadka ahdaaftiisa guud ay u taagan yahay taas weeye macadka warbixintiisa wax kamid ah hadaan soo koobo wuxuu ka kooban yahay qaybo saddex ah qaybta koobad waxa aan qismu tasxiixi iyo tadriib si guudna waxaan qabanaa sidaa ardada xufaada maalmaha macadku qabtaa qofkii quraanka shahaadada soo qaatay xaafidka ayaa waxa weeye qaybta koowaad ayaa tasxiix iyo tadriib loo bilaabaya xuruufta iyo tasxiixa macnaha awalka intii laga soo bilaabo ilaa uu ka saxmayo qaybta labaad waxa weeye carbu riwaayad marka ardaygu saxmo carabkiisu ha isku dhismo xuruuftiisa iyo macnaha adiisu xogaa soo kobco ayaa waxa loo bilaabaya carbu ijaazatul quraan alkariim ama riwaayatu xafsi ama riwaayatu duri labada riwaayo inta badan ayaa hadda la akhriyaa laakiin kuma ruu macnaha riwaayo kasto yaani waa la akhriyin karaa laakiin riwaayatu xafsi iyo riwaayatu duri labadaas ah mid kamid oo ardiga loo bilaabaya kadib markuu labada riwaayo ka gudbo qaybta saddexaad waxa weeyaan qismul qiraa'ati al-ashr oo ayuu isugu jira xaqi daraasad in marka ardayda loo dhigo mutoon shaadibiye wa durra iyo wixii kale ee la xiriiray culuumtaas iyo kadib in haddana ardiyaan oo jamciska akhriyaan 10 ka qaraba oo 20 riwaayo noqonaya marka ay leen qaar kasta oo laba riwaayo weeyaan saddexda qaybood macadku iyo kadisu ka kooban yahay waxa macadka ka taxarujay ila saddex dafcadood oo tan ay noqonayso tii saddexad weeye waxa ka horaysay dafcad hadda bilo ka hor uu taxarujtay oo sanadkan ilaahay fadligiisa ilaahay wuxuu noo soo rogeliyay ilaahay si fadligiisa si khaariq ul caada inay laba dafcaan soo saarno iyadoo waqti hore oo yaani dheeraa laga soo faaideeyay oo dadaal qeyri caadi waa dadaalkaasi dafcadii tan ka horeysay waxay ahayd 4 arday tanna waxa weeyaan waa 29 arday tii koobaad oo ahayd sanadkii 2020 ka aakhirkiisii iyadana waxay ahayd 9 arday oo kaliya marka waa dareemi kartaa farqiga u dhexeeya iyo sida macallinku kor ugu soo soconayo haddii marka sanadkan inta soo baxay la isku daro waxay sanad noqonaysaa 4 iyo 9 arday marka la isku daro waa arday 7 arday ay noqonayaan marka ardaydaas sanadkan fadli ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadliisa nagu hirgeliyana soo saarno macadku waxa ka baxay dafcaadka nooc aan ka sheekeyay iyo oo aan ahayn dadka ijaazada qaadanaya xagga quraanka kaliya laakiin waxa kale qaadanayaan mutoonul tajweed wal qiraat sida jazariyada iyo tuhfaha iyo kutubta noocaas oo kala marka waxa kale qayb shahaado tadriib qaadatay oo aan ijaazada gaarin laakiin tadriibkaas shaanaha shahaado loo siiyay baa iyaguna jira dafcadan marka hadda taxarujtay hadaan xogaa warbixin ku celinno 29 arday weeye 5 arday waxay ay dhameeyeen al ashrul qiraat 5 arday waa rag ay u dhayeen hal ardayna wuxuu qaatay qiraatu caasim al kufi 8 arday waxay qaateen riwaayatu duri hanabi amr al basri halka 15 ardayna ay qaateen riwaayatu duri riwaayatu hafs an caasim waxyaabaha raayaha ay ku jira dafcadan
dadkaas ma aha dad iska dhalinyaro arday ah laakiin waxa weeyaan intooda badan waa macallimiin hadda shaqada toos ugu jira waxa taas waxay keenaysaa hadafkii la higsanayay ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddanba inuu socdo oo dadka macnaha ijaazada qaadanaya ay macad ku soo saaray yihiin dad hadda shaqada toos ugu jira oo dad xitaa yaani bil quwwati ma bil fi'li inay shaqada ugu jiraan looga baahnaa waxa kale oo rawaacida kamida xagga qiraa'aadka ah waxa weeye shaqada hadda yaani hadda dhameeyay muddada ay ku dhameeyeen muddo gaaban oo qeyr caadi weeyaan 7 bil ilaa 8 bil ayay ku dhameeyeen waxayna hayaan si xareysa oo habeen iyo maalin iyaga iyo macallimiintooda isla dadaalayeen iyadoon ognahay markii 10 qarabal iyo hal akhriyo inay qaadanayso sanawaad dheer ilaa 5 sano ilaa 3 sano 4 sano ilaa 6 sano inay dadkii qaar ka ku qaadato taas waa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan aad iyo aad uga mahadcelinayna inuu ilaahay fadliga weyn iyo juhdiga aadka u ballaaran inuu waqti kooban ilaahay nagu soo rogeliyey taasina waa nicmo xagga ilaahay ka timid iyo allabarigii iyo dadaalkii culimada iyo macallimiinta ay wadeen waxaan leenahay khayr allah ku jazeeyay macadka si guud ardada dhigatahay waa 212 arday haaliyan si guud inta ka takhrajtana waa 79 arday markii la iswada geeyay 3 dafacdood warbixinta macadka si guud mar haddaan soo ururin intaasay ku soo ururaysaa waxaan rabaa marka fariinta u dambeysa insha allahu tacaala aan hadalkayga ku soo ururinayo sidii walaalayaal hadda ka horba culimada ay noo sheegayeen jamacad ahaan fariinta aan dirayna waxa weeye dhammaanteen haddaynu nahay ummadda muslimiinta inaan u diyaar garowno qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan qur-aankiisa tasxiixino aan hagaajino dhammaanteen dadka meesha fadhiya ay kagu yar iyo kagu weyn inay isu diyaariyaan inay ijaazada qur-aanka qaataan yacnii inaad qaadato sanad la xidhiidhaya birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan arrin aada iyo aad u weyn weeye waa sharaf weeyaan waa ammaano cadiima allah inoo sahlo qur-aanka midda kale waxaa la rabaa sidii loo soo dejiyay in loo akhriyo الشيخ الإمام الجزري واسجلها والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل القرآن كما مركز سيدي حق إله سبحانه وتعالى إن دقسه قال إلا أحيا الله ربا أنت صورة قال لكن هذا الشعر إلا أحيا الله مرحبا وحاك الله لي على آخرين تأسدر النائي تهي إنه ضمانتين أنا حنبارنو manhajka quraanka sida uu ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu soo dejiyay sidii walaalii ka reebay sheegayeen laa waxaan ognahay dhamaanteen inaan ilaahay xaqiisa u noqonayno marka arintaas inaan dhamaanteen way istaagno oo aan dabaqno oo ruux kasta quraanka akhriyaa ay muusan wax dhisan horumarinay arintaas aan wajahno ilaahayna waxaan ka baryanaynaa inuu arintaas inoo hirgeliyo inoo waafajiyo aad iyo aad bay marti sharafta iyo dhammaan muslimiinta fadhiya u mahadsan yihiin waalidiin mahad celinna waxaan leenahay allah idin barakeeyo wajazaakum allahu cana khayra aljazaa qof kasta oo khayrkaas si hadab u ahaa oo noo fududeeyey oo nagu kaalmeeyey iyadana waxaan leenahay fajazaakum allahu cana khayra aljazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu barashada qur-aanka iyo sida maaragtay ilaahay maaragtay uga waramay maadaama uu yahay kalaamkii ilaahay markaa sharaf waxaa ugu filan inuu yahay kalaamkii ilaahay oo toosa sharaf intaasaa ugu filan wakadalik qof walba qur-aanka ma baran karo qof uu ilaahay si gaara u siiyey ilaahay uu si gaara ugu mallaystay baa jira wakadalik qur-aanku ma aha wax masxaf iyo meel lagu qoro oo keliya maaha qur-aanku waa shay qalbiga ku jira qalbi ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay qalbigii ilaahay ugu talagalay ee qur-aankaa qaatay ee kalaamka ilaahay uu galay ayaa maaragtay sidaa ah sidaasoo kale dadku inay ilaahay rumeeyaan oo qur-aanka qaataan wax sahlan maha ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayo arrinkaa wuxuu leeyahay gaalada ninka la yidhaahdo ku baynayn maayaan adiga walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun
وحاي ديديه قالوا اي كسو هرجيدان وآيات الهي ما هي رسولك عليه الصلاه والسلام ذاتيس صلى الله عليه وسلم انت كلك الهي سبحانه وتعالى مرق ارنكا كورمه ويري القران كو انو صلاه هاي وح ما رقتي قلبي كجرا انو صلاه هاي وح ما رقتي صحف كليا قران انو صلاه هاي الهي مرق كورمه ارنكا وحلاي هاي الهي سبحانه وتعالى في صدور قتل ماليا في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم سبحان الله كنوسو استاغاي انا ان دران كاردادا كقلن جبيساي ما عدن الجزائريه ان هلكن كشيغو اولا ان شاء الله هادلكاي كما بخدانا قودبا يريار قودبكا كوباد ما حد علين الله يحدي هلكن ان تاغنا هي سو غارسيساي ان انو ما حد عليو قودبكا لباد inaan cabiro dareenka ardada iyo farxadda ay ku jiraan qodobka saddexaad inaan ardada wax uga yara dardaaran aan siiyo qodobka afraad amalka laga qabto machad ibnul jazari iyo dadaalku wado inaan yar ka taabto qodobka shanaad ay ugu dambeyn doona fariin oo machad ibnul jazari ardadiisa ay dirayso ayaan ku soo koobi doonaa insha Allah ta'ala qodobka koowaad hadaan u laabto وحان اولا امهد علينا يا الله او حويه هل كان ان تاغنا هي ان سو غاناي بمنه وفضله وكرمه واحسانه ان كسو غاناي اي ان وحوي امهد علينا يا الله هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كدب وحان امهد علينا معلمين تنادي شرفت له annagu soo dadaashay halkan aan taaganahay in soo gaarsiisay har iyo habeen badalaal waxa weeye nafti nafuraa waxa weeye subixinayay aadada halkan ay hadda maanta taagan yihiin soo gaarsiyay iyakana waan u mahadcelinaya waxaan leeyahay jazaakumullahu anna khayral jazaa waxaan idinku abaal marino ma garanayna rabbi baan waxa weeye idin baryaynaa baan idin leenahay jazaakumullahu anna khayran adunyaa aakhira wax rabtaan ba إله أتي بيت الله إله بان دين برينا شكرا لكم وجزاكم الله عنا خير ما له وحاك الله نمهد علينا يا علماء شرفت مضان وحوي برنامج كان يا برنامج كلا الدين يا كصعدة ما قال لا يا ذاركتان يمكن بوتها جن هري هبين أفكر يا وحوي صبغت إلى هاي وقرب الدين تيني كرا وقاضان وشاخانو شيخ عبد القادر حفظه الله ورعاه ومتعنا الله بطول حياته وعافيته وتحقيق هدفه ان لا هيكنا جزاكم الله عنا خير الجزاء وحن نكعب المرنيه وحن عبر رسولتي ما غرانينا وحا وي اله بان الله اسغلينا ان لا هي هيكنا جزاكم الله عنا خير ما انت هذا كان غدبو ما هل علينتا وحن اد ابو فرح سنه هيانا كميدا اردنك قرن جميسي oo maxad ibn al-jazari ka qalin jabisay heerkan ilaahay uu soo gaarsiiyay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol alxamdulillaahna waan leeyahay insha Allah ta'ala halka in aan ka sii wadnana waan rajaynaynaa ilaahay idinkii haddii aan ku sii socdo kelmadda kale waxaan leeyahay ardada qalin jabisay maxad ibn al-jazari ee hadda halka fadhida iyo kuwii ka horeeyay iyo kuwa hadda dhaxda ku soo jiraba kelmad dardaarna ayaan leeyahay anoo ka bilaabaya naftayda iyo iyakaba kelmadaasi waxa weeye inaan Ilaahay ka cabsano xil weyn oo waxa weeye aad u weyn baynu qaadnay inaan waxa weeye xilka u qalano oo Qur'aanka Kariimka ah leena soo baray lafdigiisi iyo macnihiisi iyo tafsiirkiisi leena soo baray inaan waxa weeye sida uu yahay inaan u qaadno aan Ilaahay kaga cabsano taas waxa weeye yaan ardada u dardaarmaya sida carabkeena loo hagaajiyay in waxa weeye quraanka akhlaaqdiisa ay ficilkeena iyo dhaqankeena uga muuqato meel kasta oo joogno taasan ardadana u dardaarmaya waxa kale oo ku dardaarmaya ardada in waxa weeye aan quraanka waxa weeye la noolaano
أن القرآن كم يسنا ولا أن الليل نهارا هبين يا مال هذا آخر شيء سنا قطع هذا بريد ذاتك نقطع حتى زيادة كيسة معلومات كيسة زيادة سنة هنا نقطع أنا أن القرآن كلنا ولا أن وأن أهل القرآن نقطع ذاتك نقص وقسمنا هذه الجهر أن الدعاء إنه تانا أرتدي وأن كل دردار ميا فتواضع يحوي إنه زيادة فقرآنكم تواضع إنه زيادة منا وأن كدي جايو مالو أنا أقسم بس هو قالني حلقة إن عندي بقنا قانن نعمت إلهي النسيين يين أنكو كبرين أو تكبر يوحي لم يكها أنا نسكى إلى لأنه القرآن كان لا يفوهين تانا ما كتر دار ميا أدي أنكو سيس على معهد من الجزر لذلك وحوي عادي جاه ووضع وحوي يصير إلي أوسع على وحكم إذا معهد ك مركب هذا أرضه وسوق ليه لبا أرضه إنه يهي أرضي إجازة ربا إنه القرآن كيارك أسره كجارو هي إنه يهي مت تصحيح من ربا عرب كيسا إن لصحو لبدا بمعهد كواهو شقيا هدو يهي أرضي مت إجازة ربا وحال لغا ربا أولا إنه حافظ لكتاب الله يهي هو القرآن كمسوح فيه القرآن كمرك مسوح فيه كدب وحال الله بالله با تصحيح حروفتي وقرآن كا وكالقوغان يلي ومركباء إنه وحوي عرب كيسا لغو دساء يا الله بالله لنعك لوح الله بالله مطونتي تجويد كاها ليسي حاجة النذير يعني تجويد كي أبرتو حاجة تطبيقي النذير لبضبه والله قد دساء مركو هير ونكسن وقارع عرب كيسا وصحما أرضيك وحوي مقابلة لقليا معلمين ذو مقابلة مركي جليان أرضي جوار كانين وحوي وإيه لغين القرآن كبالله والله فصحى وقت قاس القرآن يسوع بن دجامر مركو القرآن كده ما هيو واتنا دركتان ذا مركي إجازو استجع معلم كيس كبالله وطيل رب العزة أيا الله سين أيا الحمد لله رب العالمين ما لنا وحكى له أو معتكو مركو أرضي وهروا إجازكو قاتو هل كاسي وضيع إن الله بالله أرضي متونتي كلا شاطو بيدا هي الدورة هي كوا كلامك كها قراءات كوا كبرني كوا مركو حفظي ودش هي كان كقبطة كذب محول لقنا يا إنه يا كان عشر القراءات إنه بالله وهذا أرضي يجوه الرئيسي الأركي زين وح ماشى هي كوا العلم يا نملا تبكى قاركي وسلاه وشو قرآن بما أنما كوا آخرنا يا الحمد لله مركا كبعدي وحاكله معك وقبطة إنه أرضي ذا محاضرات يدروس لوجه اللي جيو إن أي حوي أيه لو بان ذاك القرآن كبريديسة الله قد سيو معت يسجن أبو قطع مركز ذلك أي معلمين تي علماء أي وضان ولا مع بركة روح عن كعب بركة حوي هذا الشيء كرنا معها هبين يد ضرربة ذلك هذا سلب الجبار وصعدا ذلك أنا ده وحوي دلال الدنيا يوحك على قربان ما هي ودلال أي لإعلاء كلمة الله أي هو حوي أي دمتاضت هاي وحان إن تصينا يا مرها النتيجة كصعب حي ودليل يقام الداسية لا وح كلمة إذا وجودن بيسا أي تهاي وأنودر يا برشاد ما يشفى لذا دمانت هي أنت كلام مسلمين تعود كي جم غلبة أو أي درس أرضي ذا معهد ابن الجزري في مدينة الرأسة يعلمين هذه مشايخ هذا بعد دريان ومدى مسلمين تا إن أنو يستأجنو كتاب القرآن ككريم كان أو برشدي سهدي أي تهاي بريدي سو مدى مسلمين تا هذا تهاي عمل فلكي سهدي أي تهاي كتاب إلهي إن أنكر أقامه أو إنه كتاب هو حوي النفط إن أن كنا ولا إنه إسنا أنكر أقامه مداسا دردارنا إنا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجازة القرآن والقراء الحفل أشرق والمكان وضاء واليوم أصبح روضة غناء معهدي يا معهدي أشرقتنا بجازة القرآن والقراء يا من أجيز بالقرآن مؤهلا أصبحت نورا كالنجوم تألقا يا معهدي أشرقتنا بجازة القرآن والقراء أنتم لنور يستضاء من الدجى أنتم حماة الوحي أفضل من حما يا معهدي أشرقتنا بجازة القرآن والقرائي
فانظر ترى نور القرآن بوجهه وبهاء طلعته وحسن وفاء. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. هذا كتاب الله جمع بيننا وقام فينا سنة وضياء. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. نور من الرحمن أنزل ربنا ليضيء قلب الحافظين محكما. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. يا مخرجي ومعلمي هذا الثمار لك جنة الماء والعلا يا من سما. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. شكرا جميع معلمين الفاضلين ملأوا الزمان محبة وسرورا. يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. كم شجعوا آل القرآن وألوا من كان يخدم للقرآن معلما. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. يا رب أجزل أجرهم وارفعهم أنت الذي لم يحرم المستاء. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. الحمد لله الذي قد أنعم آل القرآن المتقين وأكرما. يا معهدي يا معهدي أشرقتنا بجاسة القرآن والقراء. ثم الصلاة على النبي شفيعنا والآل والصحب الكرام الأتقياء. يا